في بابل يوم أمس تراجعت ساعات تجهيز الكهرباء نهارا إلى ساعتين تجهيز وأربع ساعات إطفاء، وفي الليل إلى ساعتين متناوبتين بين إطفاء وتشغيل، نتيجة توقف تجهيز الغاز الإيراني الذي تعتمد عليه محطات الإنتاج بنسبة كبيرة. توقف تجهيز الغاز الإيراني يضع موقف المحافظة بتجهيز الكهرباء في مأزق كبير، ما يدفع بالمواطنين إلى التظاهر نهارا والوقوف في طوابير الوقود للحصول على البنزين لتشغيل مولداتهم المنزلية، مخاوف من تكرار هذه الأزمة مع مجيء كل صيف. محافظة بابل هي أساسا الكهرباء 2x2، اليوم صارت 4x2، وإحنا مقبلين على موسم الصيف. أضف إلى ذلك أنه محافظة بابل هي محافظة منتجة للكهرباء، واليوم إحنا نشاهد الكهرباء في محافظة بابل 4x2. من خلال قناتكم نوجه هذه الرسالة إلى الحكومة المركزية في وإضافة إلى وزارة الكهرباء، موضوع الكهرباء بابل متى ينتهي؟ شلون راح تنتهي؟ إضافة إلى ذلك، فإن التجاوزات على الشبكة الوطنية في بابل وأكثرها في مناطق السكن العشوائية سببت ضعفا حتى في الساعتين المجهزتين من الكهرباء، والتي قد تصل إلى ساعة ونصف ساعة أو أقل. على حد قول أهالي بابل، الكهرباء تصير الترافيك لايت. اثنان مقابل اثنان، هكذا هي الكهرباء في وسط بعد انقطاع الغاز الإيراني المجهز للطاقة في عموم محافظات العراق ومنها واسط. الحكومة المحلية في واسط تقول إنها لن تحتاج إلى الغاز الإيراني في حالة التوزيع العادل للوقود المستخرج من حقليها غازبروم والأحدب، فمحطة الزبيدية الحرارية تضمن فائضا للكهرباء هنا، لكن الوزارة وبحسبهم غير عادلة في الغاز والنفط العراقي. الحكومة المحلية، احنا في واسط عندنا محطة الزبيدية الحرارية، هذه المحطة اللي كانت ضمن الاتفاقات والمعايير المعروفة أن تجهز واسط تكتفي وتعطي الفائض إلى باقي المحافظات الأخرى، ولكن مع الأسف لأن مخرجات الوقود الأرض الغاز والنفط من غازبروم ومحطة حقل الأحدب جميعها تجهز هذه المحطة، ويكون توزيعها ليس بالاستحقاق حسب المعايير التي المعروفة بالتوزيع، وهنالك مناورة من وزارة الكهرباء بتوزيع هذه الحصص على المحافظات. إلى نحو 1500 ميجاوات تحتاج المحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية، لكنها وبحسب مديرية الكهرباء تجهز ب400 فقط، في وقت يصل إنتاج محطاتها إلى أكثر من 3000 ميجاوات في الظروف القياسية.